نتواجد الآن على شارع الرشيد الساحلي الواصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ونقف عند أقصى نقطة يمكن الوصول إليها، حيث أن إسرائيل تفصل المناطق الشمالية عن الجنوبية. ولكن مع استمرار القصف الجوي على مدينة غزة وشمال القطاع وانتشار المجاعة في هاتين المدينتين، بدأت الكثير من العائلات النزوح إلى المناطق الجنوبية بحثا عن مأكل ومشرب لسد رمق عائلاتها. فيش راحة، فيش نوم، فيش أي شيء. يعني أنت بتمضي حالك في الشوارع مرمي، بتمضي وشهداء قبالك مش عارفة إيش تعمل فيهم، ابنك مات مش عارفة إيش تعملي له، ابني مصاب ما عرفتش إيش أعمل له. يعني إحنا مأساة كبيرة، يعني إحنا الواحد إيش بده يحكي، والله الواحد تعب ولا إشي. يعني في يطحنوا العلف بتاعت الدواب نعملها أكل، يلا يلا نلاقيها، نفر على معلبات فيش، ما في حاجة في غزة بالمرة. يعني معي الدمار اللي تمشي تطلع فيك تتحصر، معي ولاك وواحد تعب. إيش أطفال ماتت من قلة الأكل، ولا اللي عندي ولد مستني بالسنج ما لاقيش دواء، يعني وين أودي؟ هاي ما المفاد. طبعا الوضع يعني مرور في 5 شهور فائتة كان الأمر تراكم، يعني نفد كل الطعام ونفد كل شيء، فيش ما فيش بنية تحتية، فيش مياه، يعني ما فيش، لأنه كل المي انقطعت والأكل انقطع وكل شيء انقطع. يعني مرورا في 5 شهور بعد ما نفاد الطعام وهذا، يعني لجأت الناس للذرة ولا الحاجات هذه بتاعت طعام البهائم. مأساة، مأساة كبيرة، فيش دور، فيش حياة، حياة دمار، كله دمار، دمار، انعدمت الحياة في غزة. يعني ركبنا شوية ونزلنا مشي كتير، مشينا تعبت مش قادرة من الجوع والقلة واليهود، ونشرب من ندفة لندفة، نطحن الذرة والشعير ومناكل حافش من نعمل. ورغم المطالبات الدولية والإنسانية بضرورة إدخال المساعدات الغذائية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، إلا أن إسرائيل ما زالت تضرب عرض الحائط هذه النداءات. الأمر الذي يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني ما زالوا متواجدين في مدينتي غزة وشمال القطاع. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.